عيني الزرقاء لك بلسام، عيني الزرقاء لك بلسام، يا مسافر على عرفات جبل الرحم ما تنسى. تعقد هذا اليوم ندوة بعنوان أو في ذكرى الإسراء والمعراج، وهذه الفعالية تقام بالتعاون مع وزارة الأوقاف وبإشراف وتنفيذ مباشر من مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشباب الطلابية، وتأتي هذه في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وفي إطار كذلك حملة توعوية لطلبتنا في هذه الذكرى العطرة. في هذا الصباح الجميل نحن في نشاط مشترك مع مجلس الطلبة في جامعة القدس المفتوحة لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج. هذه هي ذكرى العطرة التي تمر على شعبنا بكل أطيافه وفي الوطن وغزة والضفة والشتات وفي على كل المسلمين في أصقاع المعمورة. نحيي هذه الذكرى في هذه الجامعة العريقة جامعة القدس المفتوحة من أجل تذكير الطلبة والمشاهدين بالدروس والعبر المستوحاة من الإسراء والمعراج، وخاصة أن المعراج انطلق من صخرة بيت المقدس مصر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الفعالية من ضمن الفعاليات اللي نشارك فيها في ذكرى إحياء حادثة الإسراء والمعراج ومعجزة الإسراء والمعراج، هذه الحادثة العظيمة التي كرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ونحن كشعب فلسطيني خاصة وكأمة عربية وإسلامية نحيي هذه الحادثة وهذه الذكرى العظيمة في كل عام من شهر رجب. وهذه النشاطات حقيقة تحيي بعضا من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتدعو الناس حقيقة إلى اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، والاتباع يكون بالتطبيق لسنته عليه الصلاة والسلام، والنيل من شفاعته يوم القيامة